يعني بتبقى مثيرة للجدل ودايما يعني البعض بيهاجمها. حضرتك ما فكرتش بقى في مرة ان انت يعني تبقى محايد او حاجة زي كده؟ يعني ايه محايد؟ يعني بيبقى ما فيش هجوم من اللي البعض بيشوف ان دايما حضرتك بتبقى هجومي شوية في اراء حضرتك. مش هتشوفني هنا خلاص. بس فهمت كده؟ حاجة؟ طيب خلاص ما فهمت. طب حضرتك مش مهم الهجوم ومش مهم المدح ومش مهم التسقيف، المهم ان انت تبقى مفيد، ان انت تبقى مؤثر، ان انت بتقول افكار الناس تاخدها وتوافق عليها او ترفضها، تختلف معاها او تتفق معاها. انا مش هدفي ان الناس تسقف. الهدف يسقف ده اللي بيعمل فقره في السيرك او الفنان اللي على المسرح اللي عايز يقول الله برافو عليك. انا مش كده، انا دوري اعلام مخاطبه العقول مش مخاطبه الغرائز والحاجات اللي بتطيفها. فانا طول ما انا بخاطب عقلك حتى لو عقلك رافض اللي انا بقول نعمل كده، يبقى انا انجزت، انا خليتك تفكر. زي الفيلم اللي فيه محتوى وفيه رساله، ما دخلكش عشان تقعد تتفرج على شويه مناظر في الفيلم، لا، خلاك تطلع تقول ايوه انا متفق على كذا او لا ده الفيلم ده وحش عشان ضد رسالته كذا. بس كده، هو الاعلام دوره خلق الوعي. الوعي بقى عن طريق طرح الافكار تتفق معاها او تختلف معاها، دي اهمي. لكن العصف الذهني اللي بيخاطب هو دور الاعلامي المؤثر المفيد. عايزين حاجه ثانيه؟ يبارك فيك ربنا، وانا حاضر النهارده عشان اشوفكم وحشني بناء على تكريم الجمهور، وده اعلى وسام اي اعلامي في الدنيا ممكن يحلم بيه. يعني انت كمان واحد. اسمع يا عمر، اسمع على السوشيال ميديا اسمع على السوشيال وزي على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت مشكلة ان الفنانين او بعض الناس اللي مش اعلاميين هم اللي بيقدموا برامج، ايه رايك في الموضوع ده بالنسبة لشباب الاعلاميين؟ ما عنديش مشكلة، انا ما عنديش حساسية ولا ارتكارية من فكرة مين اعلامي ومين مش اعلامي، مين بتاع المهنة ومين بتاع المهنة. يعني اللي مش متحقق ذاتيا واللي ما عندوش ثقة في نفسه ولا ممكن يقلق. مهنتنا مهنة قائمة على الابداع والموهبة زي مهن تانية. اللي يمتلك الإبداع والموهبة سواء بقى كان فنان ممثل نجار مسلح مش مهم، المهم عندك قدرة على خلق الوعي وعندك القدرة على ان انت تقنع الناس وتخليهم يفكروا، ده بحد ذاته إنجاز. لكن الطريقة الرخيصة بتاعت ان انا اقول كلام يعني بتاع الترندات اللي هو موضوع بقى المساكنات والمش مساكنة والكلام اللي بيخاطب دايما الحاجات الجنسية او اللي بيضرب في المسلمات الدينية دي، انا كلام بشوفه رخيص والناس هتتجاوزه سريعا يعني.